السلام عليكم. انا اليوم ما شاء الله جبت لكم واحد الدريس اللي هو خفيف براندا، دريس خفيف ودايره فيه عقيقات، كيجي خفيف وراقي بزاف كما شفتوا. انا هضر قلعت الملاقيه، انا درت لكم بزاف الملاقيات هنا، غتلقاو الرابط ديالهم في صندوق الوصف. وهنايا واخا درت ملاقيات بغيت نوريكم ان شاء الله الدريس اللي كيتواتى مع هذه الملاقيه هذه، بالخصوص لان ندير فيها دريس صغيور وفي عقيقه عقيقه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا الراندا ضروري كنثبتوا الطرف ديالنا في هذا، والراندا كنحتاجوا ليها البرا رقم 10. كما سبق لي قلت لكم انا عندي هنايا، ها هي كما كتشوفوا البرا ديال الراندا كتكون شي شويه غليظه، وانا هنايا عندي الخيط برمته على 3، ومني كنبرم الخيط على 3 كنجبد واحد شويه باش كيجي ضعيف، كيجي ما هو رقيق كيكون على 2، ما هو على 3 كيجي موين، كيجي الشكل ديالو زوين ما كيجيش غليظ بزاف. نبداو على بركه الله. هنايا كنجيو كنثبتو اول حاجه الخيط ديالنا، كما شفتوا الخيط اللي كيكون ممكن برموه ديال راندا كتكون فيها العوينه هذه، هي اللي كنثبتو فيها الخيط ديالنا. دابا باش غنبداو، دائما الخيط اللي غنبداو الدرس كيكون الخيط داير على الجهه ديال اليمين، كما كتشوفوا هو الخيط داير بحال هكايا. غنجيو حنايا هنايا وغنشدو وسط هذا الخيط هذا، من بعد غندوروا الخيط على اليسار وغنجيو لهذا الفراغ هذا اللي خلينا بيناتهم، وغندوروا الخيط جوج خطرات على البرا، جوج عفوا 3 الخطرات على هذا الشكل هذا، وغنجبدوه بحال هكايا على هذا الشكل هذا، وغنعاودو نخشيو في هذا الفراغ. دابا الخيط راه داير على اليمين في هذا الفراغ، وغنقلبو الخدمه ديالنا على هذا الشكل باش كنكونوا واحد الرويس صغيور كما كتشوفوا على هذا الشكل. غنعاودو عاوتاني ندورو الخيط على اليمين، غنعاودو نثبتو الخيط ونردوه عاوتاني على اليسار، كنجيو لهذا الفراغ هذا وكنلويو الخيط 3 الخطرات على البرا كما شفتوا، 1 2 3 3 الخطرات على البرا. هذا دريس عادي ديال الجوج. عاوتاني كنردو الخيط على اليسار وكنجيو وسط داك الفراغ اللي حنا درنا في هاد الدريس الاول، وسط هاد الفراغ وكنديرو عاوتاني كنلويو الخيط 3 الخطرات على البرا كما شفتوا، 1 2 3 وكنعاودو نطلعو عاوتاني الغرزه ديالنا هكا باش كتجينا واقفه عفوا، ونخليو الخيط على من اللي على اليمين، وغنجيو الوسط ما بين هاد الغرزه وهاد الغرزه، غنجيو في الوسط وغندخلوا الخيط ديالنا وغنعاودوا نردوا هكا عاوتاني باش كنشكلوا هذا الرويس هذا، باش نشكلوا نشدوا بالبرا بحال هكا وغنجبدوا الخيط ديالنا. ملي جبدنا الخيط ديالنا غنجيو هنا في الاسفل مباشره، والخيط دائما تيكون داير على اليمين، وكنردوه عاوتاني على هذا الشكل كما شفتوا. هنايا دابا تكونت لينا واحد الدريس اللي هو الدريس ديال جوج. عاوتاني غنجيو هنا غنثبتوا الخيط، دائما الخيط كيكون داير على اليمين، ملي كنثبتوه كنردوا الخيط على اليسار، ملي كنردوا عاوتاني على اليسار كنديروا عاوتاني 3 ديال الدورات في البرا، 1 2 3 ضروري ديروا 3 باش كيجي الدريس ديالكم واقف. ملي ثبتناه غنجيو لهذا الفراغ عاوتاني وغندوروا الخيط ديالنا على هذا الشكل كما كتشوفوا، كيكون داير من هنايا باش كتكون لينا واحد الدرويس هنا، كيبقى لينا واحد شويه ديال الفراغ هنايا. نتمنى بانكم تنتبهوا لهذه النقطه هذه كما شفتوا، هيا نحاول نشدو بيدينا باش كيما كيجيناش داك الفراغ عاوتاني كيكون واسع. عاوتاني الخيط راه داير على اليمين، نجيو هنا وكنثبتوا عاوتاني الخيط ديالنا وكنردوه على اليسار باش كندورو داك 3 الدورات ديال البرا ديالنا كما شفتوا، انا مدوره الخيط 3 الخطرات على البرا، كنجبدو بحال هذا الشكل هذا، ونعاود نرجع لهاد السنينه اللي درنا في الاول، غنشد في الراس ديالها وغندور عاوتاني الخيط 3 الخطرات على البرا. ملي كندور الخيط 3 الخطرات على البرا عاوتاني كنجبدو مزيان، كنشد بيديا ضروري باش كنعاون، كنجيو لهاد الفراغ ما بين هاد السنينه الاولى والسنينه الاولى الثانيه، كيكون عندنا واحد الفراغ صغير كندخل البرا هنا في الوسط ديالهم، وكنجبد عاوتاني على هاد الشكل هذا باش كيتكون ليا واحد الرويس هنا، وضروري كنشد بيدي ولا كنخشي البرا على هاد الشكل هذا وكنثبت بها. من بعد عاوتاني كنجيو هنا في الاسفل هنايا في هاد البلاصه وكنثبت الخيط ديالي كما كتشوفوا على هاد الشكل. هنا درنا جوج حبيبات ديال الدرس على جوج. هنا جات المرحله ديال العقيق، هنا كندير عقيقه في البرا ديالي كما شفتوا، العقيقه ها هي على هاد الشكل هذا، وكندورو الخيط على اليمين دائما وكنثبتوا دابا العقيقه ديالنا
على هذا الشكل. تنثبتوا دابا العقيقه ديالنا وكنعاودوا عاوتاني نثبتوا نديروا بحال غنفتحوا عاوتاني نديروا واحد جوج دريسات بحال هكايا. ملي غنبغيو نديروا الدريس الخيط كيرجع لليسار كنعاودوا نرجعوا لهذا الفراغ كنلويو الخيط ثلاثه د الخطرات على الابره. ضروري تلوي ثلاثه الخطرات باش كيجي الدريش شويه واقف. على هذا الشكل عاوتاني الخيط هنا راه عند اليمين كنثبت عاوتاني الخيط على هذا الشكل كنرجعو عاوتاني لليسار باش كنلوي عاوتاني الخيط على الابره ديالي. هاد جوج ثلاثه دائما ثلاثه ديال الخطرات كنلويو الخيط على الابره نعاودو بحال هكا. ثاني غنردو على اليسار وغنجي لهاد الفراغ اللي خلينا في الاول كما قلت لكم ملي كنردو الخيط كيكون عندنا واحد الفراغ هنا غنجيو عاوتاني وغنلويو الخيط ثلاثه ديال الخطرات على الابره على هاد الشكل هذا. وغنجبدو دابا الخدمه ديالنا وكنقادو بيدينا. ضروري ما تعاونوا بيديكم باش كتجيكم الخدمه نقيه. وكنجيو لهاد الفراغ ما بين هاد السنينه وسنينه كيكون واحد الفراغ ها هو كنتمنى يكون واضح. كتخشيو هنايا الخيط وكتردوا الخيط ديالكم بهاد الشكل. وانا هنا ضروري تقادو بيديكم باش كيجيكم واحد السنينه داك الرويس هنا الفوقاني كيجي مقاد وما كيطيحش لكم مع المصلوح. غنجيو عاوتاني هنا في الاسفل باش كنثبتوا هاد الدريس ديالنا كما شفتوا كيجي الشكل ديالو هكا زوين. غنعاودوا الخيط هنا راه داير على اليمين وغنعاودوا بنفس الطريقه كنردوا على اليسار كنعاودوا ثلاثه ديال الدورات على الابره صافي. كنجي عاوتاني هنا كندورو الخدمه ديالنا باش كتكون لينا هاد الدريس اللي هو سامبل وصغير. عاوتاني كنثبتوا الخيط ديالنا هنا في الثوب كنردو عاوتاني على اليسار باش كنديرو دوك ثلاثه الدورات في البرا جوج ثلاثه. ملي كنديرو ثلاثه الدورات على البرا كنردو عاوتاني الخيط على اليسار كنجيو في هذا الفارغ هذا عاوتاني كندورو الخيط ديالنا ثلاثه الخطرات على البرا باش كنجمعو ما بين الدرس الدريسه الاولى والثانيه. كن هنا كنثبتو بيدينا كنعاودو نرجعو لذاك الفراغ ما بين هاد الحبه وهاد الحبه كاين كيكون واحد الفراغ صغير باش كنديرو داك الرويس لهاد السنينه الفوقانيه. ضروري باش كتجي واقفه ومقبه. احنا من بعد عاوتاني ما كملنا هاد جوج درسات او جوج حبات ديال الدرس كنديرو عاوتاني برا في الخيط كندورو الخيط على اليمين كنجيو حتى هي وكنثبتو كنخليو المساحه ديال العقيقه ما كنخليوش مساحه كبيره باش الخدمه ديالنا ما كتجمعش لينا. كما شفتوا الشكل ديالها كيجي على هذا الشكل هذا كيجي جميل بزاف وخفيف وظريف. الا بغيتو هنا بحال انا درت غير جوج حبات ديال الدرس تقدروا ديروا ثلاثه او اربعه على حساب الذوق، ولكن بالاحسن الا كانوا جوج كيجي المنظر ديالهم جميل. عاوتاني الخيط راه داير على اليمين ونبداو نعاودو نفس الدرس وحنا غادي مستمرين حتى كنكملوا الكمام اولا اي موديل اولا القبل اللي عندنا. كما شفتوا من بعد ما كنكملوا الدريس ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا كيجي خفيف وجميل. وكنتمنى بانه هنا الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه.